ان احنا نعرض بيه على الله. يبقى اذا اول قضيه بنتحدث فيها يعني ايه اصلا رفع اعمال الى الله، يعني عرض شعبان نموذج مصغر حقيقي حي للعرض على الله. ويجب ان احنا ننتبه لهذه القضيه وننتبه لخطوره شعبان وننتبه ان قلوبنا يجب ان تكون واجله مرتجفه بين يدي الله في شعبان. النقطه الثانيه يا اخواني في هذا الدرس يعني ايه عرض اعمال السنه دي بقى على الله. يعني ايه 12 شهر اللي فاتوا دول هيعرضوا على ربنا 12 شهر؟ يا نهار ابيض، يعني 12 شهر صحيفه حبيب قلبي، صحيفه كلام جد بقى. احنا دلوقتي مش بنتكلم في اي حاجه من اللي بتحصل على وجه الارض، انا بكلمك عن صحيفه هتصعد الى الله وهتتقفل ومش هتتفتح تاني غير يوم القيامه. يا نهار ابيض على اللي فيها بقى، اتقفلت على ذنوبها واتقفلت على تقصيرها واتقفلت على سيئاتها. كلام في غايه الخطوره يا اخواني، كلام في غايه الخطوره. الحق توب، الحق توب قبل ما الصحيفه دي تتقفل على ما هي فيه. الحق توب. يعني ايه الحق توب؟ انت ذنوبنا قد ايه؟ هاتوا اي واحد دلوقتي، واحد بيقول لك انا بصلي وانا كويس وبيتكبر على الله بالصلاه بتاعته، بيصلي في الجامع؟ لا ما بيصليش في الجامع، وكمان ما بيصليش الصلاه في ميعادها، ممكن يصليها في اي وقت، وكمان الصلاه في 5 دقائق بينقر وخلاص، وكمان ثلاث ارباعها سرحان في الدنيا، وكمان قبلها ممكن كان بيعصي ربنا وبعدها يعصي ربنا، ويجي يقول لك ده انا ياما هنا ياما هناك. يعني الشاب اللي بيشوح بايديه الام وابوه ده التشويح دي كبيره من الكبائر يا ابني. يا اخوانا ما فيش حد فينا بيتكلم في اليوم اقل من 5 ساعات. 5 ساعات ده يعني ده الصموت اللي ما بينطقش اصلا. والاخوات 15 ساعه في اليوم. انا لما جيت احسبها كده يعني انا عايز احسب دي تبقى في السنه كام ساعه، انا عايز احسب دي تبقى في السنه كام ساعه. 15 في 365 انا عايز احسبها في 10 سنين تبقى كام ساعه. احسبي حوالي من 20,000 ل 60,000 ساعه. انا عايزك تتخيل انك هتتحاسب بين ايدين ربنا. 20,000 ده اللي بيتكلم 5 ساعات، ل 60,000 ده اللي بيتكلم بقى معظم اليوم. تخيلوا يا اخواني هتتحاسب على 30,000 ساعه. 30,000 ساعه كام من غير ما عملتش كنترول على نفسك فيها؟ كام غيبه، كام نميمه، كام كذبه، كام فحش من القول، كام فلتت لسان، كام. يا اخواني القضيه في غايه الخطوره. قضيه ان الصحيفه اللي هتتقفل دي هتسيبها تتقفل على ما هي عليه، وبعد كده الحساب على ايه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام له حديث خطير يا ريت كل واحد مننا يحفظه. النبي عليه الصلاه والسلام استغفر ربنا فيه من 13 نوع من انواع السيئات والذنوب. النبي عليه الصلاه والسلام استغفر ربنا. طب ما كان يا رب اغفر لي كل ذنوبي وخلاص. يا اخواني كل نوع من انواع الذنوب له عقوبه من العقوبات، نوع من انواع العقوبات، ولازم تقف قدام كل ذنوبك. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اللهم اغفر لي، عده معايا، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. ايه الفرق بقى؟ لا ده الخطيئه دي ده واحد بيعمل ذنب وعارف حكمه وعارف انها حرام وهعملها، جهل ده واحد مش عارف، ما هوش عارف وجهل. واسرافي في امري، طب ايه بقى اسرافي في امري؟ ده واحد كل يوم بيعمل ذنب معين وما مش قادر يسيبه او مش راضي يسيبه، كل يوم بيكرر الذنوب المستديمه بقى. وما انت اعلم به مني، ايه وما انت اعلم به مني؟ معاصي القلوب بقى اللي انا ممكن اعرف جوارحي عملت ايه النهارده، انما قلبي ما اقدرش اعرف ايه الامراض اللي فيه والرياء والغرور والعجب. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني. ويكمل النبي عليه الصلاه والسلام حديث ابي موسى، اللهم اغفر لي جدي وهزلي. ايه جدي وهذا اللسان بقى؟ لما الانسان يقول كلمه متعمد ويخبط كلمه متعمد او يقول كلام ما بيحاسبش نفسه عليه. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، انواع مختلفه، وكل ذلك عندي. انا معترف يا رب بكل ده، اعتراف. اللهم اغفر لي ده لسه ما قدمت وما اخرت. الماضي اللي ما عادش حد فاكره، في فرق بين انك سبت وانك تبت. الماضي اللي سبناه وانسناه، ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت. ايه ما اسررت دي؟ ده مصيبه دي لوحتها وقفنا قدامها من كذا اسبوع. ده معاصي السر بقى، ذنوب الخلوات اللي لم يطلع عليها الا الله. وما اعلنت دي معاصي الجهر اللي جهرت بيها قدام الخلق. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت
وما أنت أعلم به مني تاني. القلوب دي قضية خطيرة جدا. أنت المقدم وأنت المؤخر يا رب، قدمني، توب علي وقدمني، ما تخلينيش أتأخر بسبب ذنوبي، وأنت على كل شيء قادر، أنت اللي قادر تصلحني يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء واحد بيستغفر ربنا من 13 نوع من أنواع السيئات يا إخواني. تاني نحفظه، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. 13 نوع من أنواع الذنوب النبي عليه الصلاة والسلام بيستغفر ربنا منهم. فما بالكم لو نختم الصحيفة باستغفار زي ده. لو إلحق قفل الصحيفة صح. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يا سلام، طب ما نلحق الشهر ده نملاها استغفار ويبقى لنا طوبة في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. نستغفر، الحق قفل صحيفتك صح، الحق زود اعمال صالحه. ده صحيفه يا اخواني هتتقفل ولن تفتح الا يوم القيامه. الحق حط فيها حسنات جاريه، اي عمل جاري الفتره الجايه ديت، الحق حط فيها اي عمل من الاعمال الجاريه الفتره الجايه ديت، بحيث انها ما تتقفلش، تبقى راجل في قمه الذكاء، تفضل مفتوحه ليوم القيامه، تتملي اعمال صالحه. القضيه في غايه الخطوره وفي غايه الحساسيه. يعني انا عايز اقول ان الفتره اللي احنا فيها ديت المفروض ان انت تفكر ازاي، ايه ارجى عمل، تاني ايه ارجى عمل صعد الى الله او يصعد الى الله في الصحيفة ده. يعني ايه ارجى عمل؟ الناس دايما يسألوا بعض، انت ايه اكتر حاجة عملتها لولادك؟ يقول له لا ده انا سبت حتة ارض بالتمن الفلاني، وده يقول لك انا سبت لكل عيل شقة، وده يقول لك ده انا سبت للعيال رصيد قد كده. يبقى دايما الناس في الدنيا ايه اكتر حاجة امنت بقى مستقبل اولادك. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا العكس بقى، قعد مع بلال عليه الصلاة والسلام فقال له ما ارجى عمل عملته في الاسلام يا بلال. ده فكر تاني بقى. ايه يعني ايه ارجع عمل؟ يعني يا اخوانا الدنيا مليانه ابتلاءات ومليانه مشاكل، ممكن بكره ما تعرفش في ايه، ممكن اي حد يمرض في اي لحظه، ربنا يعافينا جميعا يا رب، ولكن اي ابتلاء ممكن يحصل في اي لحظه. فالنبي بيقول لك ارجع عمل اعديته لما ينزل ابتلاء، تقول يا رب فرج عني ما انا فيه بسبب هذا العمل يفرج عنك. ارجع عمل اعديته الاول الى القبر، ارجع عمل اعديته لمستقبلك الاخروي فكر اخر. فسيدنا بلال اجاب للنبي عليه الصلاه والسلام انه كان بيصلي بعد كل وضوء رضي الله عنه، انا شفت ناس بتصوم يوم ويوم بس ما شفتش حد عمل العمل بتاع سيدنا بلال ده ابدا، انه بعد كل وضوء يصلي ركعتين او ما شاء الله سبحانه وتعالى. المقصد يا اخواني انا الوقت بسالك، الصحيفه اللي هتطلع دي بعد ايام مش مليانه ذنوب مليانه، مش مليانه اثام مليانه، مش مليانه تقصير مليانه، طب ايه ارجع عمل في الصحيفه دي انت بترجو ان لما ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليه في صحيفتك يغفر ليك باقي الزلل اللي فيها؟ قضية كبيرة. يعني عايز ايه؟ يعني عايز اقولك ان الفترة دي احملي حاجة كبيرة، اتصدقي صدقة كبيرة، صدقة كبيرة كبيرة فعلا، اعمل حاجة كبيرة، اعمل حاجة لحد من قرايبك او ارحمك كبيرة يا اخوانا. الفترة دي كده فترة ان الواحد يفكر بقى انا عايز حاجة كبيرة اختم بقى صحيفتي. انا عايز، يعني احنا بدأنا الصحيفة دي بإيه؟ برمضان. السلام، نور على نور بفضل الله، المقصر كان مجتهد في العبادة. طب ختمها بقى اللي هو شعبان دوت. يعني عايز اقول ان لو اول الصحيفة نور واخرها نور يبقى ان شاء الله ربنا يعفو عن اللي بينا. طب نختمها بإيه بقى؟ عايزين حاجة كبيرة نختمها بيها، صلة رحم كبيرة، صنائع معروف كبيرة، صدقة كبيرة، عمل صالح كبير. الفكر ده الوقت لازم يكون عندنا ختمة قرآن.